اهلا بحضراتكم من جديد. هو في ناس ممكن تقول كده؟ تصدق ممكن؟ لا يعني ممكن اضحك عليك في حدث في شهر، حتى لما حبوا يغنوها في يوم في شهر في سنه، يعني ممكن حد ينصب عليك في سنه ويقول لك اه دي حصلت سنه 85 وهي تبقى اصلا 87 او 86، فممكن تتداخل. لكن لما تكون الرغبه في ان انت عايز تكذب وتضحك على الاجيال الجديده، وده اللي احنا معنيين بيه الحقيقه، اللي هو تصحيح كتير من المعلومات اللي بيحاول البعض يلزقها في ادمغه جديده وفي اذهان شباب معشي هذه المرحله، لما يتقال على حدث الفرق بينه وبين التاني 12 سنه، لما حد يضحك عليك في 12 سنه قليل، ده ممكن؟ ده هو مش بس يعني السياق في 12 سنة، ده الواقع أصلا مش موجودة. أيوه يعني هو، طب عشان ما لخبطش الناس اعرض الأول الكلام. يعني اتصدينا كتير لحتة نادي الدولة وشوفنا بالوثائق، تصدينا كتير لحتة بالحكام وشفتوا بالأوهام عاملة إزاي، لكن لما يكون الكابتن عفت نصار في ضيافة قناة النيل للرياضة يقول الكلام اللي انتوا هتسمعوه، يبقى خدوا بالكم مضحوك عليكم في قد ايه؟ في 12 سنه بالظبط. لا وفي الواقع نشوفها. والله العظيم والله العظيم ان في الدقيقه 17 او الدقيقه 19 في كوره كنت رايح اجيب جون واتشلت من ورا كده وخدت كارت ستيميليشن. والله العظيم ادري يا عظيم، قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده. عشان تسحبتوا من المباراه في المباراه دي تقريبا؟ ايوه بقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم، وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكوره ولا حاجه. وبعدها باسبوع ادري ابو عظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. عادي، مكافاه عاديه وعلى الملأ مفيش مشكله، لان الزمالك فقد الناحيه الاعلاميه بتاعته اللي انا بطالب بيها المستشار المرتضى منصور، بقول له عليها لازم عندك ناحيه اعلاميه. الاعلام هو النجاح. انت بتحب تتكلم على انهي سنه؟ فريق احلام. طب ده ما كانتش قناه الاهلي، ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت دوت. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك ادري بعدها، مسك ادري بعدها، مش ممكن مسك ادري بعدها مدير برامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج الرياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه الاهلي اهلي ساعتها. لا كان فيه. هو اختلط عليه، هو بيقول ادري عبد العظيم اقسم بالعظيم كذا مرة، كذا يعني حاجة غريبة جدا. وعفت مرتين يقسم والله العظيم، درجة والله العظيم. الأستاذة سماح بتقول له ما كانش في قناة الأهلي وقتها، أقسم لها إنها كانت موجودة. يعني هو يعني رحمة بالأجيال. أولاً أرجوك. أولاً الواقعة نفسها، هل أدري عبد العظيم في أي لحظة في مرحلة من مراحل عمره كان مدير برامج رياضية في النادي الأهلي؟ الواقعة غير حقيقية. نمرة اتنين، هو عمل غلطة من وجهة نظره اتكافئ عليها، عملها سنة 96 عشان يتكافئ عليها في قناة اتفتحت 2008. يعني أنا هقولها لك باليوم بالظبط، علشان المباراة اللي الكابتن عفت بيتكلم عليها كانت في 25 يونيو 96. 25/6/96 اللي الراجل بيحلف بالعظيم ثلاثة. طب انا ممكن اسالك سؤال برضه يا استاذ ابراهيم؟ لكن لو انت حكم وعايز تغيظ لعيب تمشي وراه تقول له والله ما هتكسبه؟ يعني التعليق نفسه كوميدي وما يطلعش من حكم عايز يتواطأ، يعني واخد بالك؟ لكن الضلاله الحقيقيه بقى، مش قال له ترمي خد بينالتي، ده بقول له والله ما هتكسب مهما عملته، ويقول والله العظيم قال لي، وعشان كده والله العظيم اتكافئ بعديها باسبوع خلوه مدير البرامج الرياضيه في قناه الاهلي، باعتبار ان قناه الاهلي قناه فنيه شبابيه اجتماعيه، فياخد هو الشق الرياضي فيها. يا جماعه المباراه اللي الكابتن عفت بيحلف بالله العظيم ثلاثه حصلت 25/6/96، قناه الاهلي شفتوها وظهرت للنور لاول مره في 6/8/2008. 6/8/2008، يعني مطلوب مننا يضحك علينا في 12 سنة كاملين عشان نصدق كلام الكابتن عفت وهو بيحلف بالله العظيم ثلاثة إن ده حصل. كابتن قادر عبد العظيم مبدئيا أنا تقريبا ويمكن هو من الحكام القدامى القليلين جدا اللي ما شفتوش ما بين كل القدامى بيشتغل في التحليلات الرياضية،
ما يعني ما اذكرش ان انا شفت الراجل ولا ايامه فين، بس الراجل خلاها بعدها باسبوع بالله العظيم ثلاثة مسك البرامج الرياضية في قناة الاهلي وخلي الاجيال الجديدة تصدق. لا وهي مجادلة بتقول له هي قناة ما كانتش موجودة. لا كانت موجودة والله العظيم كانت موجودة، وانا دي المنظومة الاعلامية اللي بقول عليها لرئيس نادي الزمالك لازم يعملها باعتبار ان بقية الاعلاميين مش زملكاوية خالص يعني. ما علينا، طب هي دي المباراة، ادي الجون الثاني الاهلي كان اتقدم بجون حسام حسن. لا هو ده جون الاولاني، جون حسام الثاني. ادي الجون بتاع فيليكس ده، فيليكس ادي جون احمد فيليكس الاولاني، جون مبدع يعني. كانت اخر مباراه للكابتن حسين عبد اللطيف مع نادي الزمالك. ادي حسام حسن اهو، فين الاوفسايد يا جماعه؟ لا ده كان في النص مش هنا. ولا دي ولا صدق. دي صدق. لا هتشوفها دلوقتي، ده سرو باس اتلعب ورا نبيل محمود و طيب النتيجه كده 1-0 بجون فليكس. ده ملخص للمباراه اللي اتلعبت في 25 او 26 25 6 96 ولازم تصدقوا ان ديت جرينا عقارب الزمن خليناها في 2008. طيب ادي خالد الغندور وهو بيعترض وهو نازل. طيب ما جابوش اللقطه لسه بتاعت الجول. لسه الجول يمكن دي، يمكن انتوا جبتوا لنا الماتش كله بس ما عدا ما عدا الواقعه اهي 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 هي دي اهي. بس ادي الكوره وادي نبيل محمود وهو حارق التسلل، وادي مصطفى كمال وهو نازل يجري فرحان، والنتيجه 2-0 والكابتن احمد رفعت. بالمناسبه الكابتن فاروق جعفر بعديها بعد ماتش 6-1 قال عرفتوا احنا ليه انسحبنا ساعه 2-0؟ لان اللي حصل كان هيحصل ساعتها، يعني كان اعتقاده انه هيخسر 6 بالظبط، كان هروب من مباراة كانت واضحة جدا رايحة بقوة شديدة جدا لصالح حتى الأهلي. اللقطات اللي جت كلها عبارة عن فرص للأهلي. طيب سيبكم من رأينا، اللي حرق الأوفسايد على حسام حسن نبيل محمود، منشوف نبيل محمود نفسه مدافع الزمالك قال ايه في الواقعة دي؟ قال ايه في الواقعة ديت اللي الكابتن عفت نصار بيحلف عليها بالعظيم ثلاثة. كنا بنعرض دلوقتي المباراة الشهيرة عام 1996 بين الأهلي والزمالك، واللي انسحب فيها الزمالك في آخر 5 دقايق بعد جون فيليكس. وحضرتك اللي كنت مغطي، هل أنت كنت مغطي ولا كان هو أوفسايد يا كابتن نبيه؟ لا كان هو ما كانش أوفسايد خالص يعني. إحنا كمان يعني الناس ما تعرفش الكرة مشاهدين، كان انسحابنا بأمانة ما كانش بسبب الأوفسايد، كان بسبب كان في شوية لو حضرتك فاكر يا كابتن مدحت شوية لغط على حكم المباراة قبل المباراة. فاحنا لحد